بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. نكمل الشرح لأن هذا الجهاز بصراحة جهاز بعدة تفاصيل، فما نقدر نكملها في فيديو واحد. فاليوم راح نكمل الشرح على هذا الجهاز بعدة مداخل ومخارج. هنا عندنا هذا المكان يفحص الفولتية، فولتية مثلا البطارية. هذا المكان هو يخرج نبضة PWM، وهذا المخرج هو لفحص الأوسيليتر. راح نجي فقرة فقرة نشغل الجهاز. من يشتغل الجهاز نعطيه اوكي، ننتقل على وضع المنيو، نختار اول فقرة اللي هي سيتنج. هاي السيتنج بها عدة خيارات، راح نختار الفقرة الثانية اللي هو فولتج تيست. طبعا هذا يمكن ان يفحص لغاية 16 فولت، يعني صار عندنا اوفرميتر. فراح نجي نخلي على البطارية، هاي البطارية الحار ناية، نعيده طي اوكي، ندوس منيو، نختار السيتنج وننزل على الفقرة الثانية اللي هو فولتج تيست. راح نجي نفحص البطارية ونشوف الفولتية مالتها. لاحظ 8.79، يعني 8 فولت تقريبا 9 الا شوية. فهذا الفولت قاس لنا اياه بهاي الطريقة، خلينا نشوفكم اياها. هاي احد فقرات الجهاز اللي يسوي لنا اياها. راح نجي على الفقرة الثانية اللي بعدها. الفقرة الثانية هي تخص موجة الـ PWM. طبعا هاي الموجة، موجة الـ PWM مثل ما تعرفون هي Pulse with Modulation. هاي عبارة عن موجة مربعة أو مستطيلة. هاي الموجة إما عالية أو ناصية، يعني هاي أو لو. يستفاد منها طبعا بالتجارب، بالتحكم بالإضاءة، بسرعة موتور دي سي. يعني يتحكم قيمة تماثلية عن طريق قيمة رقمية. فهسه راح نسوي لكم تجربة عليه. راح نجيب هاي الفيشة الملحقة به، نحولها على الأوسلوسكوب زين عيني، ونعطي اوكي. راح نجي نجيب المولد، هذا مولد النبضة، ونجيب البروب هذا اللي خاص بالأوسلوسكوب. راح نجي نخلي الناقص على الناقص، ونخلي البروب هذا بهالطريقة. لاحظ تولدت عندنا نبضة مربعة، نقدر نستفاد من عندها بالتجارب بالأردوينو، فهواي شغلات تفيدنا. هذه هاي الخاصية الثانية. فبي بصراحة عدة تفاصيل، راح نجي على فقرة فقرة نكمل وياكم.